بعد سنوات من التألق في الكالتشيو الإيطالي وتحديدا طبعا مع فريق اي اس روما، جوليو سيرجيو نجم روما السابق ونجم وحارس مرمى ايضا سانتوس البرازيلي هيكون ضيفنا النهارده في السادسه. هنتكلم معاه عن كاس العالم ونتكلم معاه كمان عن البطولات الايطاليه المختلفه، وخصوصا انه لعب لسنين طويله مع فريق روما الايطالي. بدايه طبعا اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي وبشكرك على وجودك معنا في السادسه. مساء الخير على الجميع. جوليو سيرجيو، تابعت مباراه امبارح في كاس العالم للانديه، المباراه اللي جمعت بين الاهلي وبالميراس، ازاي شفتها وازاي شفت اداء لاعيبه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي؟ ما الاهلي sicuramente è una delle squadre più vincenti al mondo, no? الاهلي هو فريق عظيم ومن اكثر الفرق تلعب كره جميله في العالم ليس فقط في القارة الأفريقية. أنا متأسف لهزيمة الأهلي بالأمس بالرغم أنه برازيلي، لأن الشيء الذي لفت انتباهي أن جماهير الأهلي بالأمس كانت حزينة حتى وإن كانت الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي الفريق بطل أمريكا الجنوبية. هذا يدل على عظمة هذا النادي وعظمة طموحات الجماهير، لأن الجماهير حزينة لأنهم لم يذهبوا إلى نهائي كأس العالم للأندية، وإن دل ذلك يدل على عظمة النادي وطموحات هذا الفريق. هو جزء الحقيقة من 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 حالة الحزن اللي موجودة عند جماهير نادي الأهلي مرتبط بفكرة إنه إحنا كنا مرشحين ومؤهلين لتحقيق ميدالية جديدة في تاريخ النادي الأهلي، كنا مؤهلين ومرشحين للوصول للمباراة النهائية، لكن الأهلي واجه ظروف قاسية جدا الحقيقة حرمته من عدد كبير من اللاعبين الأساسيين قبل بداية البطولة. من وجهة نظرك مين الأقرب لمواجهة بالميراس في المباراة النهائية، تشيلسي الإنجليزي ولا الهلال السعودي الزعيم بطل آسيا؟ الحديث الآن بعد المباراة نستطيع أن نتحدث بسهولة. أريد أن أضيف شيئا فقط قبل التحدث عن بطل كأس العالم. مدرب الأهلي بالأمس احترم فريق بالميراس أكثر من اللازم وتراجع في المباراة، أتحدث عن بداية المباراة، تراجع. إذا ما بدأ المدرب كما بدأ في الشوط الثاني كان الأهلي قد يصنع الحدث وكان قد ممكن أن يفوز بالمباراة. الأهلي كان يجب أن يكون أكثر عدوانيا، كان يجب أن يتقدم ويغامر، وأعلم أنه ليس من السهل أن يلعب مع بالميراس مباراة، لكن الشيء الذي ظهر أمامي أن لعبت جيدا الشوط الثاني، لماذا لم تبدأ الشوط الأول بهذا الأداء؟ احترام بالميراس أكثر من اللازم هو من جعل الأهلي خارج الفاينل. يعني في عوامل كتيرة جدا، يمكن مش عارف عندك معلومة ولا مثلا ثلاثة ولا لا، في ثلاثة من لاعبي النادي الأهلي اللي شاركوا في مباراة أمس أو أربعة تحديدا لأنه حمدي فتحي نزل كلاعب بديل، كانوا لسه من يومين بيلعبوا في نهائي بطولة أفريقيا مع منتخب مصر قدام السنغال، وبالتأكيد ظروف الإرهاق في بطولة بحجم الكان أو بطولة أمم أفريقيا، رحلة السفر بالتأكيد عوامل بياخدها المدير الفني في اعتباره. أنا متفق معك، شاهدت بعض المباريات للأهلي وأتابع المدرب النادي الأهلي، لكن إذا كنت مكان مدرب النادي الأهلي كنت أفضل عدم البدء باللاعبين، لأن معلوماتي أن اللاعبين قد وصلوا فقط منذ 13 ساعة أو 14 ساعة، جاءوا من الكاميرون مرهقين جدا. الدفع بهؤلاء اللاعبين الدوليين كان خطأ يجب أن يعلمه المدرب، وكان يجب أن يتجنب هذا الخطأ، لأن شاهدت أن دكة احتياط الأهلي جاهزة ولديها بعض الحلول، لكن دعني أتحدث في المجمل العام. الأهلي لعب مباراة جيدة في الشوط الثاني، العوامل التي ذكرتها أثرت بالطبع على مستوى النادي الأهلي. مين الأقرب لتحقيق لقب نسخة كأس العالم للأندية المقامة في أبو ظبي من وجهة نظرك؟ تشيلسي يلعب كرة جماعية، كرة سريعة،
ويتحكمون دائما في الكره. بالنسبه لي جوليو سيرجيو ارشح تشيلسي قد يكون الاقرب لتحقيق اللقب، ولكن يجب ان ننتظر من سيفوز الليله. اذا فاز تشيلسي الليله قد يحقق اللقب امام بالميراس، لان تشيلسي جاء لكي يفوز بالبطوله، وتوماس توخيل تحدث في وسائل الاعلام انه يريد تحقيق البطوله بعد الفشل في 2012 بالنسبه لتشيلسي كفريق. انديه بحجم سانتوس البرازيلي، انترناسيونالي البرازيلي، كورنثيانز البرازيلي، كلهم انديه كان ليها تواجد سابق قبل كده في بطوله كاس العالم للانديه، ولكنها تراجعت او اختفت من على الساحه، ويبدو انه بالميراس هو ممثل البرازيل وممثل امريكا الجنوبيه الرسمي في نسختين الاخيرتين من كاس العالم للانديه. Perché in Brasile il calcio c'è ancora da evoluire, no? لأن كرة القدم في البرازيل كرة لم تتطور كثيرا في الأيام الأخيرة، وهذا أيضا ما يؤثر بالسلب على مستوى المنتخب. إذا كنت تتابع المنتخب البرازيلي، في البرازيل لدينا العديد من المشاكل الاقتصادية الكبيرة، ومشاكل أيضا مع اللاعبين والتهرب من الضرائب، كل ذلك يؤثر. لكن بالنسبة لبالميراس، بالميراس وإدارة بالميراس، ودعني أذكر رئيسة بالميراس بالتحديد، تعشق كرة القدم وتهتم دائما بالفريق وتقوم بتدعيم الفريق لأكثر من لاعب، وهذا ما ظهر، لأن بالميراس لم يحقق كوبا ليبرتادوريس للعامين متواليين من فراغ. لكن هناك أتلتيكو مينيرو، فلامينغو، أقول من خلال قناة الأهلي قد يعودون في الأيام القادمة، وأيضا سانتوس. لكن أنا أتمنى أن يعود فلامينغو وسانتوس، لأن سانتوس فريق يلعب كرة قدم عظيمة وقد كان وصيفا لبرتادورس في العام الماضي. أتكلم معك شوية عن روما، اللي كتير من عشاقه توقعوا أنه مع تولي جوزيه مورينيو المسؤولية، مسؤوليته كمدير فني، أن روما يرجع مرة تانية للمشهد، لصدارة المشهد، ويقدر يكون بينافس على تحقيق ألقاب على الأقل محلية. ولكن فشل جوزيه مورينيو في سنة أولى لي مع روما، والحقيقة يمكن امبارح كانت صدمة الخروج من كأس إيطاليا أمام الإنتر. من وجهة نظرك أهم أسباب تراجع مستوى روما، وهل تتوقع أو يعني ترى أنه السيناريو الحالي يقود في النهاية إلى رحيل مورينيو عن إياس روما؟ بالنسبة لي يجب أن يبقى مورينيو في تدريب روما، لأن مورينيو يعد من أعظم مدربين كرة القدم في العالم ويقدم أداء جيد. لكن روما كروما ليس لديها اللاعبون ذات الكواليتي العالية التي قد تصنع الفارق أمام فرق عظيمة كالإنتر واليوفي. أنت ترى اليوفي كم من الميركاتو وكم فعل، لكن روما لديها مشاكل اقتصاديه. لكن اتمنى ان تصعد روما على الاقل تشامبيونز ليج، وقد يكون صعب في ظل تالق اربع فرق. لكن بالنسبه لي مورينيو، انا اعشق مورينيو ومدرب يعشق الفوز والبطولات، لكن بدون لاعبون ذات كواليتي عالي روما لن تفوز باي شيء، وقد تخرج ايضا من كل بطولات اوروبا. مين الفريق الاقرب للقب الكالتشيو الموسم ده من وجهه نظرك؟ بالنسبه لي اعتقد ان الانتر ونابولي والميلان بات قريبا يراقب من بعيد الامور، وفاز في الديربي سباليتي مع نابولي. الانتر الذي لديه سيموني انزاجي وفريق يلعب دائما على الفوز ويلعب دائما على البطولات، اعتقد ان الانتر قد يفوز بالدوري الايطالي للسنه الثانيه على التوالي. لكن مبكرا الحديث عن بطل الدوري الايطالي. والفريق الاقرب لتحقيق لقب الشامبيونز ليج السنه دي؟ بايرن ميونخ فريق قوي جدا. باريس سان جيرمان يجب ان يفعل شيء بعد كل الاموال التي ضخوها من اجل جلب افضل لاعبي العالم. ريال مدريد دائما مفضل ودائما البطوله المفضله لي، وتشيلسي ايضا قد ارشح تشيلسي. لكن بالنسبه لي اذا اخترت فريق واحد ساختار بايرن ميونخ. الحارس الافضل من ادرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول. يو فيدو
Io vedo أنا un أرى grandissimo livello dei portieri africani che giocano nel لماذا لم تذكر حراس المرمى الأفريقيون؟ حراس مرمى الأفريقيون أنت ذكرت نعم مندي أفريقي أيضا لا لكن أنا بسأل على حراس البرازيل في الوقت الحالي مين الأفضل من وجهة نظرك؟ إيدرسون حارس مرمى المان سيتي ولا أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول؟ difficile صعب انت تعلم صعوبه السؤال مندي يفعل اشياء خارقه ويقدم اداء رائع سؤال صعب الذي وجهته لي الان وبالنسبه لي مستوى الثلاثه الذي ذكرتهم قوي جدا لكن كي اكون صريحا الثلاث حراس اقوياء جدا رد دبلوماسي من جوليو حارس مرمى البرازيل وروما وسانتوس البرازيلي السابق بشكرك شكرا جزيلا على وقتك ونفتح الكلام على ماتش مش عايز ابص قوي على اخطاء امبارح لكن مفيش مانع نشوف ايه اللي ما عملناهوش كويس عشان نصلحه ونشتغل عليه قبل مباراه السبت وبالتاكيد سواء كانت تشيلسي في مواجهه تشيلسي وده السيناريو الابعد يعني الغير متوقع او كانت في مواجهه الهلال السعودي وهو فريق الحقيقه له كل التقدير والاحترام فريق في منتهى القوة هتكون مواجهة صعبة محتاجة شغل ومحتاجة تركيز ومحتاجة تكون عينينا على شخصيتنا وعلى إمكانياتنا وعلى قدراتنا اللي نؤمن بيها عشان نقدر بجد نحقق البرونزية الثالثة في كأس العالم بعد الفاصل لقاءنا هيكون مع كابتن محمد حشيش وكابتن ماهر همام ضيوفنا في السادسة نتكلم فيه على منتخب مصر ونتكلم على المشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.